اول طبق هيبقى البيبي كالماري او الكالماري الصغير او الاقماع المحشي. نقول على المكونات: اربع قطع كالماري، روزماري، ثوم، طماطم، كرنب، بقدونس، وجرجير للتقديم. هبتدي الاول اجهز الخلطه. احط طاسه على النار، هاخد كرنب والثوم والروزماري، خلي دول هنا، زيت نباتي، حط الكرنب، نقطع الكرنب صغير شويه عشان يبقى سهل في واحنا بنحشيه ويبقى يستوي كمان اسرع. ناخد كمان شويه. طبعا لازم نسويه الاول قبل ما يتحط جوه الكالماري، لان لسه بعد ما هسويه على النار هسوي الكالماري نفسه تاني في الطاسه. ومعاه الثوم المفروم، ومعاه الروزماري، يعني قطعه صغير كده شويه. خلي بال حضراتكم الروزماري لما بيزيد قوي بيمرر، فما فيش يعني احنا نزوده، نخليه كده يعني بالمعقول. ملح، فلفل اسود، ونقلبه كويس لحد لما يطرى. هديله سنه ميه، هتساعد الميه ان هو يطرى اكتر، يمكن معلقتين ميه مش اكتر من كده. هناخد شويه من الطماطم، وفي الطاسه بقى هدوس على الطماطم كده علشان ايه تطرى شويه. بقدونس طبعا يفضل ان احنا نستنى عليه لحد لما يبرد علشان نقدر ان احنا نقدر ندخل الحشو جوه الكلماري، بس هو بصراحه الجو يعني برد، فايه المفروض ان الامور تبقى سهله. طاسه كده على النار نسيبها تسخن، معلقتين زيت. البيبي كاليماري ده ما بياخدش يعني وقت خالص على ما ايه على ما يستوي. فكر حضراتكم تاني، استنوا عليه لما يبرد علشان نقدر نحشيه من غير ما حد يتلسع. ماشي كده، طماطمايه، مشكلته بس ان هو الفتحة بتبقى صغيرة شوية، فبتبقى محتاجة ايه شوية صبر، يعني نسك كده في الايد معلقة، وبطرف الصباع بزق اللي موجود على المعلقة جوه الكالماري. انا هحاول اقفله بالعيدان بتاعت الروزماري دلوقتي، اوري حضراتكم ازاي. العيدان بتاعت الروزماري ممكن نعمل كده، هقسمها بس ايه هقطعها بزاويه شويه علشان اقدر ان انا ادخلها جوه الكالماري تقوم تمسك تمسك الحشو ما يقعش. بزاويه كده كده، ومش لازم خالص نعملها كاننا بنخيط حاجه، بس مجرد ان هي تعدي من ناحيتين هتقفل على الحشو جوه بس كده. وعلى الزيت الكالماري ده ما بياخدش دقيقة على كل ناحية، فأنا هقلب دلوقتي على طول. يعني هو الكالماري البيبي ده ليه استعمالات كتير قوي، بيتحشي وبيتعمل سلطة حتى وهو ني، لو اتقطع رفيع قوي وبات في الخل لتاني يوم أو حتى 12 ساعة نقدر ناكله بتتبيله كويسه يعني، وطبعا بنصطاد بيه كمان بصراحه. يعني ناخد بقى شويه من الجرجير ده،
والطماطم الشاري. نشوف بقى اي ناحيه لسه. بصوا حضراتكم ما بياخدش يعني وقت خالص. لو عايزين بقى اسهل واسهل ممكن يتحط في الفرن، يتحط عليه شويه زيت ويدخل الفرن، بس كده اسرع يعني. وبعدين هيستوي، هتعرفوا ان هو استوى، هتلاقوا لونه اتغير يعني. الناحيه دي لو خدتوا بال حضراتكم هتلاقوا دي لسه من الناحيه دي ما استويتش، نقلب على كده الناحيه التانيه مستويه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.